المصالحة شروطها واضحة، شروطها أن المجرم يعني يرجع ويندم ويتوقف عن جرائمه، وبعد ذلك العفو مطلوب والصلاح مطلوب. لكن المجرم ما زال هو مستمر وما زال هو متمادي، وكل يوم يفتح باب جديد للإجرام، هذا لا تجوز معه المصالحة. المصالحة معه شنو معناه؟ معناه تمادي في العدوان على البلد، الاعتداء مش على شخص، بلاد على وطن بأكمله. هذا اللي ينفع معه هو قول الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مش ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. هذه في مجرم يعني ارتكب جريمة حفة مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وندم ويقول عليه تبتوا وتبوا تقتصوا مني تفضلوا تبوا كذا ونطلب المصالح والعفو. هذا هو اللي نزلت في هذه الآيات. قلنا المصالحة مع من تكون؟ تكون مع إنسان ارتكب جريمة ثم ندم عنها وأراد طلب إما القصاص وإما العفو. هؤلاء لا يزالون متمادين في الإجرام، وفي كل يوم يخترعون نوعا جديدا من الإجرام. هل يخطر على إنسان أن هذه العصابات، هذا قطع طريق مش فلاقة، لا تجد أي وصف ينطبق على ما يفعلونه الآن. آخر حاجة أنابيب النفط اللي هي مصدر تصدير النفط اللي عليه تعتمد ليبيا، وتخريب يعني ما ليس الغرض منه عندما تحقق في المساء إلا التخريب. يعني هم الخردة، كل الخردة اللي موجودة في بنغازي كلها استولوا عليها وباعوها لصالح أولاد حفتر. ثم بعد ذلك صاروا بعد أن قفلوا النفط بدعوى يعني تحت ذرائع كاذبة وفاسدة وفاجرة، قفلوه على التصدير ليدخل يعني تدخل إيراداته لصالح الشعب الليبي، وفتحوا لأنفسهم زي بيع الخردة للسرقة وللصوصية. الباخرات تقف في ميناء بنغازي وتأخذ النفط بمئات آلاف البراميل، والباخرة بعد الباخرة ويبيعونها لصالح أنفسهم وصالح أولاد حفتر. يعني هو النفط موقوف على الشعب الليبي فقط، لكن مش موقوف على أولاد حفتر. ثم بعد ذلك آخر شيء يعني يأتون إلى مصانع يعني الحقول اللي فيها يعني تتعلق بتصدير النفط والأنابيب يفكونها. هؤلاء يعني الحكم معهم ليس حكم مصالح، الحكم معهم حكم قطاع الطريق الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه يعني في المحاربين: إن الذين يحاربون في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا هو الحكم في حق هؤلاء، ليس حكم مصالحة. مصالحة لا تصدر من إنسان شريف ولا إنسان مؤمن ولا هو يعني فيه شيء من العدل ولا من نظر إلى الحق، هذا لا تصدر إلا من جهات تتآمر على الشعب الليبي، مخابرات وكيد ومكر.